في الحلقة الماضية بينا كيف أن نظرية التطور هي نظرية علمية مستندة إلى خلفية تاريخية عميقة وليست مجرد ادعاء جاء به بعض الأشرار بهدف زعزعة الإيمان بوجود خالق. فالعلم لا يتعامل مع الأمور الغيبية لأن هذه ليست وظيفته. العلم وظيفته تفسير الظواهر الطبيعية المادية والتنبؤ بما سيحدث في صيغة نظرية علمية. ونظرية التطور كما ذكرنا سابقا هي أفضل ما لدينا حتى الآن لتفسير تنوع الكائنات الحية. في هذه الحلقة سنكمل ما بدأناه بتسليط الضوء على أساليب التجني عن العلم من قبل الذين يرون بنظرية التطور تهديد لإيمانهم. ولدينا نماذج متنوعة لهؤلاء، منهم من يتعامل مع العلم كمبدأ فقهي يحاول أن يفنده كلاميا بخطب الرنانة، أو مثل من يتظاهر بالموضوعية ويحارب العلم مستندا إلى علوم مزيفة وهو في الواقع منحاز فقط لعقيدته. كذلك سنحاول أن نكشف ادعاءات من لهم سلطات دينية بامتلاك العلم المطلق في كل شيء فيثق بهم العوام البسطاء ويأخذون منهم الفتاوى لنسف نظريات علمية قائمة على جبال من الأدلة والأوراق العلمية المتراكمة عبر السنين. وسنبين كيف يتم الخلط بين الرأي الشخصي وبين الحقيقة العلمية وما ينتج عن ذلك كله من تدليس وتزوير في نقل المعلومات العلمية. لكن يجب قبل كل ذلك أن ننوه بأن الخلقيين أنواع. هناك نوع يعتقد بالتدخل المباشر في الخلق من مثل كن فيكون مثلاً، وعليه فهو لا يعترف بالنظرية بالأساس، ونوع آخر ينكر النظرية لكنه يدخل عامل القوى الغيبية فيها، فيقول مثلا بأن الكائنات الحية أوجدت من قبل خالق بدأ بالخلية الأولى ومن ثم جعلها تتطور بصورة غامضة لا يفسر حتى هو ميكانيكيتها. وهؤلاء يدرجون نظريتهم تحت عدة مسميات، أشهرها يحمل مسمى التصميم الذكي الذي نسمعه كثيراً على ألسنة الخلقيين، والذي لا يعدو على كونه مجرد مصطلح علمي لفلسفة إيمانية حتى لو أنكر بعض الربوبيون ذلك. وهؤلاء وخصوصاً إن كانوا يجمعون بين العلم كمجال اختصاص والدين كمجال دعوي تماماً كما هو الحال مثل القنيبي وغيره ممن ركز عليهم في هذه السلسلة فقط كمثال توضيحي. هؤلاء يعانون من حالة نفسية طبيعية تحدث لكل من منقسم في أمرين متضادين ذاتياً، منقسم بين أمرين متضادين تسمى في علم النفس هذه الحالة بحالة التنافر المعرفي. هذه الحالة تحدث عندما تكون النتائج العلمية التي ينظرون فيها أو يصلون إليها تخالف المعلومات الثابتة عندهم من مصادرهم العقائدية، فيحاولون الخروج من هذا المأزق بأي وسيلة ممكنة، وأن انتصروا لدينهم أو عقيدتهم فهذا سيعطيهم جرعة من الدوبامين والذي هو هرمون الرضا عن النفس. من الوسائل التي يتبعها هؤلاء والتي اتطرقنا لأحدها في الحلقة الثانية من هذه السلسلة وهي محاولة التشكيك بمصداقية المنهج العلمي التجريبي والرصدي، نوهنا في السابق لأن المنهج العلمي هو الأفضل على الإطلاق وأثبت نجاحه عملياً على أرض الواقع من بين جميع وسائل المعرفة البشرية لبناء المعرفة التراكمية الواقعية. فالخلقيون يحاولون تعديله بهدم أحد أهم أعمدته والذي هو اختبار النظرية من خلال إمكانية تخطئتها. فلو امتلك الخلقيين الأدلة على وجود هذه القوى الغيبية وتدخلها في إحداث أثر مباشر في الطبيعة، أي فكرة أنه التطور موجه أو كذا، لتمكننا من قياس أثر هذا التدخل، ولكانت نظريتهم تلك تمتلك الآلية لتخطئتها، ولما تمكن أحد في الوسط العلمي من رفضها أو محاولة تسقيطها. لكن الخلقيون لا يملكون أدلة على ادعاءاتهم ويصرون على المراوغة بشتى الطرق، وعليه فإن ادعاءهم هذا يندرج تحت تصنيف العلوم الزائفة سيدو ساينس، ولن ينظر له المجتمع العلمي لأنه بكل بساطة يخالف شروط المنهج العلمي الصحيح. وفي الواقع هذه ليست المشكلة الوحيدة التي تواجهنا مع فكرة التطور الموجه، ففلسفيا الموقف هنا يكتنفه الكثير من الغموض،
نحن لا نعرف مثلا هل هذا الخالق استمر بالتدخل بعد خلقه المباشر، أم أنه يقوم بعملية التوجيه لهذه العملية التطورية بشكل تدريجي، أم أنه يتدخل في فترات وظروف متقطعة، بالمقارنة مع نظرية التطور التي تبين لنا بشكل منطقي وتشرح لنا كيف ولماذا يحصل التكيف حسب البيئة المناسبة بفعل الانتخاب الطبيعي وبتقديم أدلة وبراهين كبيرة. وسيلة أخرى اتخذها بعض الخلقيون هي التماس حجة التعقيد العظيم في النظام الحيوي كدليل على استحالة أن يأتي التعقيد من البساطة أو النظام من العشوائية، فالتعقيد لابد أن يكون وراءه نية وليس أمراً عشوائياً. هذا الأسلوب بالتفكير يعرف بمغالطة استحالة التصديق الساذجة أو الاحتكام إلى التشكيك الذاتي، وهي أن تبني حجتك على أساس أن هذا الشيء لا يصدق، وفي الواقع لا يوجد أحد مصان من الوقوع بهذه المغالطة حتى لو كان عالما كبيرا بحجم أينشتاين نفسه. فنحن نعلم اليوم بأن ألبرت أينشتاين رفض الاعتراف بنظريات ميكانيكا الكم لأن بهذا المجال تكون الجاذبية مختلفة والحركة عشوائية، فالخالق حسب أينشتاين لا يلعب النرد بل يوجه الكون بكل دقة وتعقيد وتصميم وقوانين موحدة. ولقد تبين لاحقا خطأ توحيد قوانين الجذب كما هي بحيث يمكن تطبيقها في جميع المجالات، هذا مع العلم بأن الجهود لا زالت على قدم وساق لخلق مثل هذه المعادلة السحرية الجامعة للجاذبيات في المجالات الثلاثة، وتم تسميتها بنظرية ميم. لكن إلى أن يتم الوصول إلى هذه المعادلة السحرية سيظل ميكانيكا الكم علما صحيحا دقيقا وله تطبيقات ثورية في مجال التكنولوجيا كما في مجال مثلا الفيزياء الجزيئية وخصوصا فيما يتعلق بعلوم فضاء أو فيزياء الفضاء. وسيلة أخرى يتخذها البعض حينما يحاول تفنيد نظرية التطور بطرح حجة أنه لا يجوز الخلط ما بين التطور الصغروي مايكرو إيفولوشن والتطور الكبروي ماكرو إيفولوشن، فبينما يعترف هؤلاء بإمكانية حدوث تغيرات وراثية طفيفة أو تطور جزئي ضمن النوع أو داخل الجنس نفسه كايند، لكنهم ينكرون حدوث ما يسمى بالانتواء سبيشيشن أو التطور الكلي من نوع إلى آخر. ما لا يدركه هؤلاء هو أن التمييز بين التطور الكبروي والصغروي هو لحد كبير يعد مأزقا مفتعلا يدخل ضمن نطاق ما يسمى بمغالطة الانشقاق الزائف، فأحيانا يكون النوعان متماثلين جدا لدرجة أنه لا يمكن التفريق بينهما إلا بالاستعانة بخبراء. فالتطور هو تطور صغروي في كل الأحوال، وتراكم هذه التطورات الصغروية هو ما نراه من ظهور أنواع أو بناء أنواع جديدة. وحسب خاصية الانبثاق Emergency Property فالكل لا يساوي مجموع جزيئاته بل هو أكبر منه دائما. دعونا هنا نستخدم مثال قدمه ريتشارد دوكنز ليقرب الصورة أكثر للأذهان في فهم هذه الميكانيكية، حيث يقول دوكنز في كتابه أجمل مسرحية أو أجمل العروض على وجه الأرض بأنه لو صف لشخص بالترتيب صور له منذ طفولته إلى أن وصل إلى مرحلة الكهولة وقارن بين كل صورة وما قبلها وما بعدها فلن يرى فارقا كبيرا، لكنه لو قارن أول صورة له وهو بالمهد مع آخر صورة ورجله تقريبا في القبر فالفرق سيكون كبير لدرجة أنه قد لا يعرف الشخص نفسه. وهكذا يحدث التطور بطيئا بصورة لا تكاد ملاحظتها. وإذا أردنا معالجة ذلك فلسفيا فهذا يدخل ضمن ما يسمى بمقارنة الكوما التي يلخصها بالقول لهذا السبب لا أحد يستطيع أن يبني جبل من الرمل، فحبة واحدة أو حبتين من القمح هي ليست بكوما بينما مليون حبة من القمح هي كوما بالفعل. السؤال الآن هو في أي نقطة أصبح فيها عدد الحبوب كافية لاعتبارها كوما؟ هل هي 10؟ هل هي 100؟ هل هي 100,000؟ وما هو المقياس؟ فبدون مقياس نتفق عليه مسبقا فالنقطة التي تتشكل عندها الكومة على وجه التحديد هي ستظل غير محدودة وغير معرفة.
لكن نحن من يصنفها اعتماداً على شروط معينة وضعها علماء التصنيف فيما يخص الأنواع. لكن متى بالضبط ينشأ أو يبنى النوع الجديد؟ هذا أمر لا يمكن تحديده في الطبيعة. هذه الحقيقة البديهية طرحناها كي نصحح النظرة الخاطئة لمن يفرق بين التطور الصغروي والتطور الكبروي، بينما هما الاثنان شيء واحد متراكم على أعقاب زمنية هائلة. الخلقيون كحجة في نقد نظرية التطور تتمثل في الإصرار على الإسناد إلى مصادر غير مسؤولة كالكتب الشعبوية مثلاً والمواقع الشخصية ومجلات أو قنوات تمولها المؤسسات التي تزعم أنها علمية وتزعم أنها تتبع المنهج العلمي، بينما هي ممولة ومدعومة من قبل جهات دينية، وقد تكون المعلومة منتشرة بصورة كبيرة لدرجة أن الشخص يعتقد أنها من أكثر من مصدر، وكل ما على الشخص أن يفعله للتأكد من ذلك هو البحث بمصدر المعلومة الأساس ليجد أنها جهة واحدة وبالأغلب ليس لها قيمة بالمجتمع العلمي لكونها منحازة عقائديا أو حتى سياسيا. وأشهر مثال على هذا النوع من السلوك غير المسؤول هو منتجات الدعوي الخلقي التركي هارون يحيى الذي تحدثنا عنه كتابه في الحلقة السابقة. في الواقع هذا الكتاب أصدر منه نسخا كثير وكلف الكثير وتم توزيعه بالمجان وبلغات عديدة، وانتقده الكثيرون من المراجعين ووصفوه بفقدان الصحة بالمعلومات والاستخدام الغير قانوني لبعض الصور من على الشبكة العنكبوتية، ووصفه آخرون بأنه ينقصه الأمانة العلمية. ومن بين هؤلاء النقاد كان ريتشارد دوكنز، والذي سخر من كمية الأخطاء العلمية والمنطقية أيضاً في كتابه أعظم مسرحية على وجه الأرض. الكتاب أطلس الخلق كما قال دوكنز، قيمة الورق اللامع الغالي به أكثر من قيمة المعلومات الذي يحوي. فهذا الدعوي الإسلامي لم يفرق بين الكثير من الكائنات التي قدمها في كتابه. فمثلاً قدم هارون يحيى ثعبان البحر إيل، والذي هو كائن بحري، على أنه حية البحر والذي هو من الزواحف. وقدم سمكة النجمة ستارفيش على أنها بريتل ستار، وهذان كائنان مختلفان من رتب القنافذ، وغيرها من المعلومات الخاطئة. لكن وهذا هو الأظرف، قدم هارون يحيى صنارة صيد السمك على أنها حشرة الكادس. وهناك من يقوم بالاستشهاد بالآراء الشخصية كنوع من الاحتكام على السلطة، وهذا يعتبر مغالطة منطقية طالما لم يتم الإشارة إلى البحث العلمي الذي يثبت فيه العالم النقطة محل النقاش. فهنا سنكون أمام مشكلة التفريق ما بين الآراء الشخصية للعلماء التي لا تملك قيمة علمية بصراحة لكون بحوثهم هذه غير مسندة بدليل علمي وفقا للمنهج العلمي، وما يثبت بواسطتها من نتائج تحصل على تأييد الوسط العلمي، التي لو حصلت سوف تكون صالحة لأن تكون محل استشهاد. أو قد يقوم البعض باقتصاص أو اجتزاء مقولات مكتوبة أو مسجلة في الميديا لشخصيات معروفة يتم استخدامها خارج سياقها وإساءة ترجمتها أو الاعتماد على عناوين البحوث والمقالات فقط للإيهام بأنها تتعارض مع نظرية التطور. والخبر الذي بثته قناة الجزيرة قبل سنوات قليلة ماضية، حيث كانت تتحدث عن آردي يثبت خطأ داروين وثم اقتطاع كلام العلماء في المقابلة التي حصلت، هذا يؤكد مقدار التدليس الذي يمكن أن يحصل في هذا المجال. وقد قام مشكورا الدكتور نضال قسوم في أحد فيديوهاته التي تحدث فيها عن نظرية التطور بفضح أحد المجاميع العربية التي تقوم بذلك، فلنستمع له. في محاولات إثبات أن الطفرات لا يمكن أن تكون مفيدة، اقتبس الباحثون المسلمون أصدقاؤنا من تقرير نشر سنة 1956 حول آثار الانفجارات النووية في اليابان، فجاءوا بالنص التالي، سأستشهد لكم بحرفيا ما كتبه الباحثون المسلمون من التقرير هذا الذي صدر سنة 56، والذي حسب قولهم يدل على أن الطفرات لا يمكن أن تكون مفيدة، بل هي ضارة وبالتالي لا يمكن أن ينتج منها تطور. سيندهش الكثيرون من حقيقة أن كل الطفرات الجينية، يعني هم يقولون أن التقرير الذي نشر
تقرير رسمي نشر عن آثار الانفجارات النووية في اليابان سنة 45 هيروشيما وناغازاكي يقول هذا الكلام حسب قولهم: سيندهش الكثيرون من حقيقة أن كل الطفرات الجينية المعروفة تقريبا هي ضارة، في حين الطفرات هي جزء مهم في التطور من طفرات كلها ضارة، فكيف سينتج تأثير تطوري جيد لكائن أعلى من أشكال الحياة تقريبا؟ يحط لك علامة استفهام وعلامة تعجب. ويضيفون، يضيف الباحثون المسلمون: الرجل اعترف بما يعرفه كل دارس للبيولوجيا والأحياء، وهو أن الطفرات لا ينتج عنها شيء مفيد. هذا هم استخلاصهم لما يقوله هذا المؤلف وارن ويفر في مجلة ساينس. تصوروا مجلة ساينس. طبعا المشكلة أنه أنت لما تذكر مرجع، أنت شو فاكر أنه الناس مش راح يرجعوا إلى المرجع؟ راح نرجع للمرجع. أنا رجعت فعلا وارن ويفر قال هذا الكلام عجيب، خلينا نروح أقرأ أنا ماذا قال. طيب ماذا يقول وارن ويفر حقيقة؟ سيأتيكم النص حرفيا من تقرير الذي نشر في مجلة ساينس سنة 1956، ولكن عوض أن نقرأ كل الكلام الذي قاله هكذا بالتفصيل وأنتم تقرونه، وقفوا الصورة، أقروا براحتكم، سألخص لكم ماذا يقول. يقول هو: سيستغرب الناس، يعني سيتساءل الناس، طيب إذا هذه الطفرات التي شاهدناها في الانفجارات النووية سيئة بهذا الحد وفعلا عملت يعني دمار في الناس، يعني كيف يتم التطور الذي تقولون أنه تم بالطفرات؟ يقول يعني هذا يعني استغراب وتساؤل مشروع. يقول مشروع، فيشرح للناس أن الطفرات ليست كلها سيئة، وأن التطور لا يحدث فقط بالطفرات، يحدث بالطفرات التي يتم انتقاؤها من طرف البيئة إذا كانت موائمة أو ملائمة أو أضافت شيء، ويقول هي نادرة فعلا، هذه الطفرات الإيجابية نادرة جدا. يقول لكن أنتم لازم تحسبوا في نفس الوقت الطفرات التي ليست كلها سيئة، الجيد فيها نادر، وهذا الجيد النادر ينتقيه المحيط أو البيئة ويجعل الجسم هذا يستفيد من تلك الطفرات. هناك أيضا من يحاول أن يوهم الناس بوجود خلافات كبيرة بين العلماء حول نظرية التطور. الخلافات بالطبع موجودة بين أصحاب الاختصاص الواحد في أي مجال، فلا يخلو أي مجال من النقاشات والأخذ والرد، لكن هذه النقاشات بالعموم لا تدخل في نفس أساسية النظرية كضرب في آليات التطور مثلا، لأن ذلك يعني بالتأكيد أن النظرية برمتها خاطئة، بل يكون ببعض التفاصيل، لكن هؤلاء المدلسون يقدمون هذه الاختلافات وكأن المعارضين يرفضون حقيقة التطور برمتها. وأيضا هناك البعض ممن يعارض بسبب قصور في فهمه هو بتفاصيل النظرية، مثال جلي على ذلك الفيزيولوجي دينيس نوبل، والذي قدم ورقة تحمل عنوان علم وظائف الأعضاء يهز أساسيات علم التطور البيولوجي. في هذه الورقة يقوم نوبل بطرح انتقاده لنظرية التطور، مبنياً هذا الاعتقاد على فهم شخصي خاطئ حول بعض التفاصيل. فقام البيولوجي جيري كوين بالرد عليه موضحاً الأخطاء التي وقع فيها بسبب قصور في فهم آلية العشوائية في الطفرات أو في أي مستوى يحصل به التطور كحمض نووي مثلاً وخلية وعضو أو عضو إلى آخره، وبالإمكان أن تحصلوا على ترجمتها من موقع المشروع العراقي للترجمة. وهناك من يقوم بالخلط ما بين العلوم المنهجية الطبيعانية أو الطبيعية والعلوم الفلسفية، فكما تقتضي شروط الفلسفة العلمية الطبيعانية الأبستمولوجي بأنه لا يمكن للعلم أن يقبل ما هو غير مادي في منهجيته التجريبية الصارمة، وذلك بكل بساطة لأن الغيبيات لا يمكن رصدها أو قياسها ولا سبيل لتخطئتها للتأكد من صحتها. أما العلوم الفلسفية الأخرى مثل الأنطولوجيا وعلم الوجود فهي علوم أكثر شمولية لأنها تفترض وجود أسباب غير الأسباب الطبيعية أي غيبية، ويمكن فيها الحديث بحرية عن الميتافيزيقية والمفاهيم المطلقة وهكذا. الذي يحدث أن أنصار التصميم الذكي لا يعرفون ذلك ويخلطون ما بين المنهجين، وهنا تحدث الكارثة. على سبيل المثال
يا أخوة، أحد أكبر مناهضين نظرية التطور هو البروفيسور بالقانون في جامعة بيركلي فيليب جونسون، والذي يعرف نفسه بالأب الروحي لحركة التصميم الذكي بعمل الكتب والإصدارات والفيديوهات الكثيرة لدحض نظرية التطور أنطولوجيا أو فلسفيا. الحقيقة أن العالم عندما يدخل إلى المختبر يتبع فقط الطبيعانية المنهجية، ما هو ثابت علميا والطريقة التي يمكن استخدامها في المختبر. أما ما يدور بالنقاشات فلسفية وأنطولوجية في فلسفة أو حتى بإطار فلسفة العلوم، فهذه تبقى خارج المختبر. هناك أيضا من يقوم باستخدام أسلوب الإسقاط النفسي بصورة لا شعورية، هذه حيلة من حيل دفاع الأنا. فمثلا لكل ثقافة قصص موروثة بالتواتر يصدقها الناس دون الاحتياج لوجود دليل موضوعي على صحتها، وتكون بالغالب مجرد أساطير وخرافات. وعندما يقرأ الشخص عن نظرية ما أو يرى ببحثه العلمي الممنهج الصحيح نتائج تخالف تلك النتائج التي توارثها أبا عن جد وتعلق بها عاطفيا كميمات، فهذا يخلق لديه تنافر معرفي كما ذكرنا بالسابق. لاحظوا معنا كيف يصف القنيبي في الحلقة 35 من سلسلة حلقات رحلة اليقين نظرية التطور بالخرافة، وكيف يردد الكلمة حوالي 60 مرة. كهنة الخرافة أسماء في دعم الخرافة، بينما في علم الخرافة يستخدمها كهنة الخرافة كهنة الخرافات السخيفة في خدمة خرافاتهم، بموضوع تسمية الخرافات بأسماء رنانة فخمة للخرافات. الركائز الخرافية الأربعة هي خرافة صاغ خرافته هذه، تؤمنون بخرافة البانسبيرميا، كان عندك خرافة يحول خرافة إلى حقيقة، يجي خرافاتهم باعوا بكهنة الخرافة لخدمة خرافاتهم. كهنة الخرافة أعطى كهنة الخرافة لا يدعم خرافتهم في شيء ولا شيء من هذا التخريف. بعض عرابي الخرافة من كهنة الخرافة أتباعوا الخرافة، خرافة التطور تصبها لوثات الخرافة، المتأثرين بالخرافة من أتباع الخرافة. أتباع الخرافة علم أم خرافة؟ ترويج الخرافة، خلط المشاهدات بالخرافة، رورة على الخرافة، كل الطرق تؤدي إلى الخرافة. وكذلك يتعمد البعض ومنهم القنيبي في أحد حلقاته إلى الربط بين المنهج الذي يتطلبه الاتفاق العلمي العالمي على تبني نظرية التطور كأفضل تفسير للتنوع الحيوي، وبين نتائج التجارب الديمقراطية السيئة لدى بعض الشعوب عندما يتم انتخاب حاكم رديء من قبل عامة الناس. وسواء فطنوا لذلك أم لم يفطنوا، فهم يرتكبون مغالطة المقارنة الخاطئة. في الانتخابات العامة خصوصا في مجتمعاتنا المنكوبة للأسف بقلة الوعي، ناخب لا يوجهه في خياراته كفاءة أو تخصص المرشح، بل يوجهه توجهه القومي أو الديني، بينما يكون الاتفاق العلمي عملية تجرى من قبل الخبراء في التخصص بعد عقد المؤتمرات العلمية ومراجعة صحة المنهج العلمي عند كتابة الأوراق والأبحاث العلمية وإعادة مراجعها والتدقيق عليها من قبل الأقران للتأكد مرة والأخرى من صحة البراهين والأدلة العلمية والموضوعية التي تستند عليها، وتتجمع كل هذه الأوراق فيما يسمى بأدبيات النظرية التي يتم الاتفاق عليها، وشتان ما بين هذا وذاك. من الوسائل التي يستخدمها من يشتكي من التنافر المعرفي هي الكذب في سرد الوقائع والأحداث واستخدامها كحجة لآرائهم. مثال ذلك ما أشاع الخلقيين في فترة ما بأن محاضرة تسمى كارولين كروكر في جامعة جورج ميسون قد سجنت لمعارضتها للتطور. الدكتورة كارولين كروكر أخصائية علم الأدوية المناعي في جامعة جورج ميسون ذكرت التصميم الذكي في مساق علم الخلية الحيوي، فاستدعاها رئيس القسم وقال لها أنها سوف تتعرض للضبط، You will be disciplined. وفي نهاية الفصل فقدت وظيفتها. حاولت الحصول على عمل في مكان آخر، لكن وجدت نفسها وكأنها وضعت على القائمة السوداء من لوب التطور وشبكته الممتدة، فلا أحد يعينها. أتباع الخرافة يقولون لا، بل وجدت لها وظيفة في كلية مجتمع. لن أستعرض قصة حياة كل منهم إخواني، لكن يكفي أن نعلم أنها تضررت أكاديميا
لمعارضتها الخرافة. يحبس عليه الإنسان فورا في الدول التي أنت تمحكت بها. أيضا كثير من العلماء والمفكرين حبسوا فقط للكلام في الغرب، مثل ديفيد إيرفينغ، جيمس كيجسترا وغيرهم. هؤلاء مفكرون شككوا في بعض النقاط العلمانية، يتم حبسهم. أيضا النهاردة عندك كارولين كروكر عالمة بيولوجيا، تحبس فقط لأنها تذكر اعتراضا في أحد دروسها كلمة تصميم إلهي. لماذا؟ لأنه لا يقبل التشكيك في قيم العلمانية. مايكل إغنور يحبس لماذا؟ لأنه أيضا يذكر كلمة يفصل من عمله. لماذا؟ لأنه أيضا شكك في أحد القيم العلمانية. كما سمعنا، يتلقف الخلقيين الخبر وهذه الإشاعات من أفواه جماعة التصميم الذكي في الغرب ليتباكوا عليها ويشكوا بحالها أكثر من أهلها وذويها، في حين أنها في الحقيقة كانت قد أقيلت من العمل، أو بالأصح لم يتم تجديد عقدها السنوي بعد انتهائهم مع الجامعة، بسبب قيامها بخلط معتقدها الشخصي في البرنامج التعليمي المبني على المنهج العلمي الصارم، والذي لا يقبل كلاعب أو خلط وإدخال الانحيازات الشخصية في المهنة. ويبقى لكل مؤسسة علمية قوانينها في التعامل مع التجاوزات وأقصاء أو الاستغناء عن خدمات عضو تدريسي عند إعادة تقييمه إذا لم يلتزم بأصول وقواعد ممارسة المهنة التي وقع على احترامها عند استلامه الوظيفة. وآخرا وليس أخيرا، استخدام الابتزاز العاطفي والمزايدات لاستمالة عواطف الجمهور خانة تأييد الخلق مقابل التطور. استجداء عاطفي من قبيل هل الأفضل لك أن يكون الخالق قد خلقك هكذا بأحسن صورة أو تقويم، أم تقبلها عن نفسك بأن يكون أصلك قرد؟ هكذا حوار يعمد صاحبه إلى تقييم الإدعاء من خلال النتيجة التي سيصل إليها، لا من خلال عرض ومناقشة الحجج لإثبات الإدعاء ذاته. فهو يربط النظرية بما يشيطنها، مثل أفعال هتلر وستالين، الجرائم التي ارتكبوها وما عرف بالداروينية الاجتماعية وسبيلها لتحسين النسل والفجور وغيرها مما لم ينزل به سلطان. ولا يحكم المتحدث هنا على الحقيقة بالاعتماد على أسسها الموضوعية العلمية وجدارتها وتطبيقاتها. وعليه فكل هذه الأطروحات يشوبها نفس الخلل المنطقي المتمثل بمغالطة رجل القش. وبالختام، فهذا كان غيظا من فيض واستعراض لبعض الأنماط التي يتم بها تشويه متعمد للعلوم، وبالذات تلك التي تكون نتائجها مخالفة لمعتقد أو ديانة شخص أو جماعة ما. فمن يقوم بالتشويه للعلم ولأي غرض كان، هم للأسف لا يملكون الأمانة العلمية والمهنية، وبالذات كانوا حاملين لشهادات علمية عليا أو كانوا أساتذة أكاديميون بالجامعات، ويتحملون مسؤولية حمل شعلة العلم والحداثة للأجيال المقبلة. في الحلقة القادمة سنتطرق إلى أحد أغرب وأخطر التلفيقات التي تلقى على المنهج العلمي والعاملين فيه، وهو شيطنة العلوم، وخصوصا العلوم المخالفة للمعتقد أو الدين، وتصوير المجتمع العلمي كمتآمر يحاول خداع الناس والضحك على ذقونهم عند اعتماد أو تدريس نظرية علمية ما. ولنحزر ما هي هذه النظرية. تابعوا لتعرفوا الجواب في لقائنا القادم.